أنا أعتقد الخبر السعيد اللي صدر أمس عن الدولة حكومتنا الرشيدة في موضوع العناية بالقصور التراثية الخاصة بالرياض، أعتقد هذه خطوة يعني محسوبة وخطوة جبارة، والعمل عليها لم يكن وليد اللحظة، إنما سبقت يعني أشهر كثيرة للعمل على مثل هذا الخبر. وأنا أعتقد أن المنطقة المعنية والمقصودة بهذا التطوير أو هذه العناية هي المنطقة يعني زاخرة بكل أنواع التراث السعودي المتمثل في قصور الفوطة سواء الشرقية أو الغربية أو حتى ما هو متعلق بحي الظهيرة أو حتى قصر الأميرة نورة في الشمسية. كل هذه القصور أعتقد يعني لو أعيد تأهيلها وتحسينها وإعادة ترميمها بما كانت عليه في عهودها السابقة سوف تكون متنفس تراثي وآثاري وحضاري أيضا لمنطقة الرياض أو حتى مدينة الرياض يعني على سبيل التحديد. القصور وضعها الحالي يعني ليس بالأمر المشين، لكنه يحتاج إلى مزيد عناية وإعادة ترميم وتأهيل، ونحن كما يعلم الجميع في الحقل اللي يعملون في إعادة تأهيل التراث يعني في أمور لابد أن تؤخذ في الحسبان لتواكب العصر الحديث في عملية التأهيل. هذه القصور لن يكون العناية بها فقط بإعادة ترميمها، وإنما خلق جو برامجي ثقافي تعليمي كل ما يتعلق بمثل هذه المنظومات. القصور قد تكون متاحف، قد تكون مقر لمناشط ثقافية علمية موسيقية، كل هذه الأشياء ممكن أن تفعل في هذه القصور.